بيناتنا اليوم عم بستضيف إريك ريتر. هو لبناني فرنسي عمره 20 سنة بس، وتخرج مؤخرا من اسمود. هلا مش بس تخرج، بس كمان حاز على جائزة لجنة التحكيم بالإيكول سوبيريور دو لا مود، يعني اسمود، يعني يور مثل ما بنقول بالفرنسية ماجور دو برومو. اكزاكتومون. كيفك إريك؟ منيح ميرسي. منيح؟ ايه. مبروك أول شيء. ميرسي. دونك مبروك لأنك تخرجت، مبروك لأنك طلعت بجوز الأفضل. ميرسي. على كل حال حسب لجنة التحكيم يلي قررت بنهاية الثلاث سنين إنها تمنحك هالجائزة. الجائزة هي على البروجي الفينال يلي قدمته أو على كل البروجيات يلي قدمتهم خلال السنة؟ لا، هو على البروجي الفينال اللي قدمته، لأنه كل سنة بيعطوا جهاز. اوكي. فهيدا بس لثلاث سنة. اوكي. إريك، الفاشن ديزاين هو شغلة يعني كنت عارف حالك هذا بدك تعمله، هذا الشيء بتحبه؟ مش دائما، بس كنت دائما يعني بحب ارسم واشتغل بقصص ارتستيك. فوصلت مرحله انه I had to choose something to do and يعني لما اجى اجى الخيار اخذت الخيار اللي بياخذ كل الاشياء اللي بتحب تعملها. اقدر اعمل شيء يفيدني واقدر اشتغل، لانه okay. تكون رسام تثبت complicated today. مزبوط، الفن اجمالا يعني مش exactly. اول بس إريك، في كثير افكار بركي مسبقه عنا اياهم عن حدا ديزاينر. شو فعلا المهارات يلي عايزها فاشن ديزاينر لينجح؟ تو ذا موست امبورتنت ثينج بالنسبه لي هو انه الواحد يكون عن جد يحب هالشيء ويشتغل لإله ولحاله. وقت الواحد بيشتغل لحاله بيعمل قصص هو بيحبها، اهم شيء انه يكون على ذوقه. وبعدين if eventually انه الناس بيحبوه، الناس بيحبوه، بس اذا ما بيحبوه على القليله هو he is satisfied، على القليله هو يكون مرتاح مع نفسه، يكون مبسوط باللي عم بيقدمه، لانه عم بتقدم شيء بالنتيجه لناس يعني، او بالاحرى يعني الهدف هو let's say البيع، هو انه الناس تلبس هالتياب. دونك بدك تلحق، مش تلحق أذواق الناس، ولكن الناس بدها تحب هالشيء لتشتري. ايه. بدك تقدم ذوق للناس، بدك تعطيهم شيء قبل، يعني شو هي الموضة؟ هي تسبق، هي تفرج ترند قبل ما تبلش الترند. فبين تشوف شو المفروض نشتغل عليه وتشوف كيف بدنا نلبي هالناس أو هالزبونات، فكيف تاخد القرار؟ كيف بتتجه؟ أنا بجرب أول شيء ما جن كتير بالشغلة تقدر كون بعدني عم بعمل شيء الناس بيقدروا يلبسوه. بعمل شوية projection يعني، بشتغل بطريقة انه عم بشتغل بتشيب بقدر اتخيل نسوان حواليه مثل امي ورفقاتي انه بيقدروا يلبسون، ووقتها عم برسمهم هيك بفكر. اوكي. واذا انه تما نروح على طريق ما حدا راح اوكي يحب شغله. هلا يعني عم نحكي بيست على الاشياء اللي تعلمتهم، على الخبره الصغيره اللي عندك اياها، لانه بعدك مبلش طبعا. بوقت حديثنا عم بيقطعوا صور هلا، تصاميم انت اشتغلت عليها. ايه. بدك تعلق مثلا على هيدي الصوره بالتحديد؟ هو البروجي كان انه نرسم 20 بانوبلي. اوكي. ومنهم ننفذ 4، فهيدي اول بانوبلي. وكانت الفكره انه كنت بدي اجرب فرجي كل شيء تعلمته، يعني اعمل قميص وبنطلون وفستان وجاكيت. فهيدا اول لوك اللي هو قميص وبنطلون، بنطلون طويل وعريض مع بليتس اذا بدك. اوكي. والقميص مثل ما عم تشوف اتس ثري ثرو شيرت وبلف لورا، لكن لانه كل الفكره كانت انه اعمل قصص بلفوا حول الجسم. اوكي. ونقدر نضيقهم ونوسعهم قد ما بدنا. فهيدا الثاني لوك هو لوك جاكيت ويز شروال، كانه ستايل. هو الشروال كونستراكشن تبعه مثل قميص، بس انه بيرجع بلف وبينتوي على حاله، وفينا نوسعه ونضيقه قد ما بدنا. والجاكيت ما بعرف اذا هلا رح يبين، هي كنت عم بشتغل على جاكيت واسعه، something very masculine، بس تبين كانه انه بركي انه المراه اخذتها من عند جوزها او صاحبها ولبستها. So it's casual wear. فينا نقول إنه it's casual wear. It's أو not technically casual wear, but it's ready to wear if okay. you want. It's not couture, definitely not couture. It is a ready to wear garment.
اللي هو it's a range that and I try to do a range that has everything. Okay. مثل هذا الأوفرول مثلاً and بعدين في فستان وفستان تاني. ليش مثلاً اخترته أو في عدد كبير بيختار إنه يلبس طبعاً النساء لأنه النساء تلبس أكثر تيه والنساء بتحب الألوان more risk more variety. برأيك الرجال منن زبونات منيح للفاشن؟ هي مش هالفكرة، الفكرة إنه وقت بتدرس فاشن ديزاين you learn how to do بتتعلم تعمل تشيب لنسوان ومنهم بتصير تعرف تعمل تشيب للرجال. إنه تشيب النسوان أصعب من تشيب الرجال، فيهم more shape. فالفكرة إنه فيك تعمل الاثنين أكيد، بس it's more interesting to work مع تشيب النساء لأنه تقدر تفرجي تكنيسيتي مور. أوكي. لكن هول الأربع products أو تنقول looks يلي نفستهم من العشرين يلي رسمتهم يلي قدمتهم للجنة الحكم. هذا الفستان هلا عم بيبين؟ إيه، هو فستان أنجرزي اللي هو أوتون كتير سامبل كتير سادة، بس كانت الفكرة أنه أعمل فستان ما عنده ولا الشغل يبين أنه جمال بس الجسم بطريقة كتير أنه not obvious a very subtle way يعني. في بس هالفتحة الديتيل على الظهر وهو كتير أنه playful you can play with okay. the dress it's a simple playful dress. بيجا في هذا الفستان الأسود اللي كمان فيه بس فتحة على الوراق. It's a way to show only one part of the body and not be very obvious. شو اسم هالكوليكسيون يلي قدمتها؟ اسمها بالفرنساوي dans le bleu de l'absinthe. Dans le bleu de l'absinthe. De l'absinthe يعني ب ب بأزرق ال absinthe. ليش هالموضوع ال يعني نيجاتيف شوي يعني بلو بلوز هو سادنس ايه. ابسنت هو المشروب اللي كانوا الفنانين المعذبين يشربوه. ليش رحت بهذا الشيء؟ لانه خاصه ايه. انه فاشن يعني الموضه ان جنرال هو شيء سعيد وشيء فرح وشيء اكزاكتلي مثل ما كنت عم بقول لك ذا ثينج ذا موست امبورتنت تو مي انه اشتغل لحالي ولالي وكل شيء بعمله هو بطريقه عم جرب شيل قصص من عن قلبي وعن راسي. فدايما وقت اشتغل بشتغل وبستوحي من حياتي أوكي. الشخصية. فوقت بلشت اشتغل على هذا البروجي كنت بمرحلة بلوز اوف ماي لايف ا بيت. إريك رح ناخذ وقفة سريعة كثير وكمل الموضوع معك. اوكي. إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل سقطا داخل الأراضي اللبنانية والجيش يعثر على أحدهما في بستان الزيتون في وادي أبو قمحة. بري قرار مجلس الوزراء بموضوع رواتب الموظفين هو إجراء مؤقت يخدم لمدة 3 أشهر ومتمسك بالأصول القانونية للإنفاق العام. المشنوق مجلس الوزراء بإلغائه وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية ألغى آخر معالم الأمن السوري في لبنان. عملية الجرف الصامت تدخل يومها 18 وسط غياب أي حل سياسي وعدد الشهداء من الفلسطينيين تخطى 750. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا. وهلأ مع أكرم برنامج من بنك بيبلوس استبدلوا بس 29,000 كارد مايل بسفر على إيطاليا. إريك ريتر لكان يلي تخرج من اسمود يلي حاز على المرتبة الأولى مع جائزة لجنة الحكم بنهاية تعليمه. إريك كان عم نشوف كوليكشن يلي اشتغلت عليها. Yeah. إذا بدي أرجع على 3 سنين يلي تعلمت فيهم شو كان أصعب شيء بالنسبة لك بهالباركور الجامعي؟ كله سوا هو أصعب شيء الانديرنس انه تعمل شيء وتخلصه ترجع تبلش غير شيء وتضلك عم
تعمل هالشيء على 3 سنين، تعمل بروجكت تخلصه وترجع تكفي، ترجع تبلش من صفر. يعني بتعمل that's the most tiring thing. بس هذا جزء من حياتكم العمليه، بتصور انه عندك الكولكشنز، عندك صيفيه، عندك شتاء، عندك مرات منفوت كمان ربيع خريف، ف يعني حياه المصمم انه تتبع كمان هالسيزن، ما فيك تقول انه انا ما بدي ما بدي شتي مثلا. ايه لا اكيد لا، بس انه بتتعود على هذا الريذم اذا بدك، لانه هو ريذم اتس نوت كونستنت، مش كل يوم في شغل قد الثاني. بتبلش مثلا بروجكت ما عم تشتغل كثير، بتوصل على اخر شيء بيكون في ديدلاين ذاتس كامينج كلوزر، اند سو بتشتغل اكثر واكثر واكثر وما بتنام، بترجع بتخلص وبترجع تبلش من عن جديد. بس هالشيء بتصور يعني لو ما بتحبوا هالشيء، انت لو ما بتحب هالشيء ما كنت تعلقت بال بالثلاث سنين اللي قضيتها ب اسمه تعرفتوا على ديزاينرز اكيد عالميه، على ديزاينرز ساعدوكم علموكم، بيجوا ديزاينرز على اسمه يحكونا يعملونا لايك دسكشنز. منهم اجى مثلا زهير مراد او ربيع كيروز، وبيكون في بكل سنه اكيد كذا جوريات تاع نقارن. لجنه الحكم بتتغير سنه عن سنه؟ مش ضروري، بس ما بيكون ذاته ل first year ل second year ل third year. And there is every time a designer. نشوف هلا صور الفوتوشوت، لانه كان مطلوب منا نعمل فوتوشوت للكولكشن. اوكي. غير هيداك هدوليك الصور اللي كانوا like a lookbook. إيه كيف نقيت صور اسود وابيض؟ يعني يعني لتفرجي تيابك. Because I wanted to do، انه كان بدي اعمل شيء عن جد مش مثل الناس، انه شيء ساده مع باك جراوند وملون او شيء، انه هو التام كان اصلا a bit dark. اوكي. فانه ضليتني بهذا السبيريت للفوتوشوت. الصور بلاك اند وايت تفرجي اكثر المود والتيب، ونعمل بطريقه كثير سريعه. اخذت رفيقتي وطلبت من رفيقتي اللي بتدرس تصوير بالألبا، ورحنا تصورنا هونيك على الشارع. اوكي، فمشروع جامعي كله سوا، يعني حتى التصوير مشروع طلاب جامعيه. يس. طالبه جامعيه بالاحرى. لكن بشوارع بيروت على الاوتو. حلوين كثير الصور. ميرسي. كان بدي فرجي خبر شوي هالقصه اللي انه شوي كنا بنعرفها، انه اكيد كنا رحنا سهرنا ورجعنا انه على البيت شوي بلو، a bit blue as we say. شو اصعب شيء ديزاينر يشتغل عليه؟ الفستان، صباط، يعني ديزاين، يعني وين بدك تبلش وين بدك تخلص؟ ديزاين از هو عالم بحد ذاته. هلا الفاشن ديزاين وين بيوقف؟ يعني it depends a lot. هو كبيسكس اصعب شيء تعمله هو الجاكيت التيار مثل اللي عم تلبسها، بس بنفس الوقت اذا بتعمل فستان فيه كثير قصات وديتيلز، فيه بركة يكون اصعب من تيار يعني. ف there's no real limit. قد ما يكون الديزاين كومبليكيتد، قد ما يكون صعب ينعمل. إريك ثانك يو فيري ماتش، لكن حزت على جائزة لجنة التحكيم. رح تنتقل مثل ما فهمت منك على باريس فور وركشوب. نعم. بعدين بترجع بالمبدأ على لبنان، بكون ناطرينك. مشاهدينا، صار وقت قبل ما أترككم، شيف مارون صار موجود، رح خبركم بس شوي عن مسلسل لبناني 10 عبيد صغار يلي بحلقه امبارح تبعنا، انه مثلا فادي والدكتور عم بيضيعوا عم بيوضعوا جثه القاضي بغرفته، حسان ضايع بينما ليال عم تبكي امام لميس، الدكتور عم بتخبر فادي قصتها عن زوجها. هول الاشياء اللي صاروا بحلقه امبارح من 10 عبيد صغار. خلينا نشوف مشاهد من الحلقه. Thank you.
وين لقيتوه؟ عصخور على الميل التاني من البحر. حسان وين؟ رجع لهون. ما شفتوه؟ لا ما شفناه. أنا طالع أشوف سابق أوضته. عمالك خلينا نطلع القاضي فرد مرة. شوف إذا حسان بأوضته. حسان مش بأوضته، يعني بعد ما رجع على القصر. يكون تخيل له شيء وخاف وراح تخبى شيء محل. ما انشغل بالك هلا بيرجع.